بعد 226 عاما افتتح متحف الكنز الملكي البرتغالي الذي يعرض لأول مرة نحو 1000 قطعة أثرية يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر إلى القرن العشرين، بما في ذلك العديد من المجوهرات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة. وأقيم المتحف في الجناح الحديث في قصر أجودا الأبيض المصمم على الطراز النيوكلاسيكي، والذي كان موطن آخر ملوك البرتغال قبل ظهور الجمهورية في عام 1910، واستغرق إنشاؤه 226 عاما. ويحظى الزوار بفرصة التعرف على كنوز الأسرة الملكية من تيجان وصولجانات وشارات وميداليات وقلائد ألماسية من البرازيل في مجموعة وصفها الخبراء بأنها لا تقدر بثمن، حيث تساوي بعض العناصر في المجموعة أكثر من مليون يورو لكل منها. هدف المعرض الكشف عن كنز ظل مخفيا لعقود من الزمن، وهو كنز ملك لجميع البرتغاليين وتم جمعه على مر قرون، لذلك تم تأمين صالة العرض بشكل مشدد تجنبا لأي مفاجآت غير سارة. المتحف منظم على ثلاثة طوابق داخل قبو عملاق يعد أحد أكبر الأقبية في العالم، بطول يبلغ 40 مترا وارتفاع يبلغ 10 أمتار. ويدخل الزوار عبر بابين مصفحين بوزن 5 أطنان لكل منهما، كما أن المجموعة معروضة في علب مضادة للرصاص.